ومعنا هاتفيا من عمان الكاتب والباحث والسياسي حسين العليان، مرحبا بك. إذن عشاء سامراء تدعو إلى الكشف عن مصير آلاف المعتقلين منذ عام 2014، أين ذهب هؤلاء المخطوفون ولماذا تتخلى الحكومة عن دورها في حفظ أمنهم بصفتهم مواطنين؟ يسعد مساءك ومساء مشاهديك الكرام في العراق وفي كل مكان. أهلا وسهلا. الحقيقة الحديث عن القضايا بالتجزئة غير مفيد وغير مجزي. يعني المسألة ليست في سامراء فحسب، قد تكون اليوم سامراء وغدا الأنبار وبعد غد البصرة وبعد غد المثنى. اليوم العراق كله في حالة، يعني ليس هناك سلطة حقيقية في العراق تستطيع الإمساك بزمام الأمور. العراق كما ذكرنا دائما ونؤكد أنه في حالة انعدام وزن، ليس هناك دولة وليس هناك سلطة، هناك عملية سياسية يعني مركبة تركيب عجيب غريب، الفاعل الرئيسي فيها الخارج ولا فعالية لكل أطراف العملية السياسية في تقرير في قضية داخل العراق. منذ 2004 لليوم دلني على قضية توصلت فيها أي حكومة عراقية إلى نتيجة، حتى نعم. أقول لك سنصل في سامراء إلى حل أو لا نصل. نعم. يعني مئات وآلاف القضايا لم تحسم ولا قضية واحدة، لا نعم. بلجان تحقيق ولا بحكومة الأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة ولا بالرابعة، ولم تحسم. ما طول العراق اليوم مستباح لكل الساقين العالم يعني. نعم. وما موجود في العراق من بناء سياسي ونظام سياسي، يعني هو تجاوز الحديث عن نظام سياسي، هناك فوضى سياسية حقيقية تتجاذب البلد، وهذا البلد لن يعني تحل فيه أي قضية لا إنسانية ولا أمنية ولا اقتصادية بشكل منصف وعادل. يعني الآن أستاذ حسين، أهالي سامراء يشكون الظلم الواقع عليهم من السلطتين الدينية والأمنية في المدينة، أليس في العراق سلطة تستطيع دفع الظلم عن هؤلاء؟ يعني دلني على سلطة حتى أقول لك أو لا. السلطة الدينية في العراق يعني عندما يحتاجوها يرفعوا يعني من قيمتها ووزنها إلى المستوى المطلوب، الساسة في العراق أو من يمول الساسة أو من يرعى ساسة العراق، ويحملوها مسؤولية كل الجرائم، وهي لا تستطيع أن تحل مشكلة واحدة في العراق. اليوم كلها واجهات وهمية، هذه السلطات السياسية والأمنية والميليشيات والقوى السياسية هي عبارة عن واجهات وهمية لنفوذ إقليمي دولي كبير، وبالتالي هؤلاء يحملوا أوزارهم فقط، يحملوا أوزار المحتل أو المحتلين للعراق. نعم. العراق المستباح اليوم بس أهله بيشيلوا الأوزار، والنتائج الحقيقية لقوى النفوذ في العراق سواء كانت في شماله ولا في شرقه ولا في جنوبه ولا من خارجه ولا من خارج الإقليم يعني، وبالتالي سيطول مسلسل المشكلات في العراق. نعم. إذا كانت الحكومة العراقية منذ 8 أشهر وهي نيف عن 8 أشهر لا تستطيع أن تتشكل الحكومة ولا يستطيع هذا البرلمان إنتاج حكومة، يعني لمن الشكوى بعد؟ لمن؟ الآن في سامراء يعني كل القضاء. أستاذ حسين، الآن في سامراء مشكلة في الأوقاف الدينية، يعني وجهاء المدينة يطالبون بإيقاف استمرار استملاك العتبة العسكرية للأراضي في سامراء، هناك من يقول يعني أننا نواجه في سامراء نوعا من التغيير السكاني الممنهج، إلى أي مدى توافق هذا الرأي؟ أنا أعتقد هذا يعني كل محاولات التغيير الديموغرافي ليس في العراق فحسب، لا اليوم ولا قبل سنوات في هذا العراق أو في أي بلدان أخرى نجحت في تغيير يعني ديموغرافي بما فيها حتى فلسطين اللي اليوم جابوا 6 ملايين من خارجها، هي اليوم في أطول معركة. المستوطن أو هذا التغيير الديموغرافي لن يتمسك بالمكان، وبالتالي هي عبارة عن قنابل موقوتة وأزمات، خلق أزمات وليس التغيير ديموغرافي. يعني من استوطن في هذا المكان لن يقتلعه أحد. دلني على شعب تم اقتلاعه من أرضه
وإحلال سكان بداله في كل هذا العالم وانتهت مشكلته، أو اختفى هذا الشعب أو هذا الناس. ونحن لا نتحدث عن شعبين في العراق، نتحدث عن أهل العراق، عن مدن العراق. نعم. هذا الظلم، هذا الظلم اللي مر في تاريخ العراق واليوم بتجدد هذا الظلم. أنا أعتقد لابد زائل، يعني كلها مظاهر عبثية لا تلبث أن تنتهي مع أي تغيير في موازين القوى في المنطقة. الآن العتبة العسكرية ردت على الاتهامات الموجهة ضدها من عشائر سامراء، وأكدت أن تقدير الوضع الأمني هو وظيفة الجهات الأمنية المتخصصة. إذا كان الأمر كما ذكرت العتبة العسكرية، ماذا تفعل إذن ميليشيا سرايا السلام في المدينة، ولماذا لا يوكل الملف الأمني إلى شرطة المحافظة في صلاح الدين؟ يعني هو لمجرد احنا وافقنا ان يكون لدينا وقف سني ووقف شيعي وتختفي وزاره الاوقاف والاديان، احنا اسسنا لمشكله لن تحل. وهي العتبات هي بالاول وبالاخير مراكز نفوذ ومصالح ومال، النزاع على مصالح واموال، وبغلفوها مره بالعتبه سين وبالعتبه صاد بالمكان المقدس فلان او المكان العلن ثاني. يعني هذا كله أنا تقديري مماحكة يعني لا قيمة لها. سيدفع المواطن العراقي اليوم في سامراء وغدا في مكان آخر لا أعرف أي ثمن هذا النزاع حول المكاسب. يعني هو رب العالمين استخدموه في توظيف الصراعات من أجل المكاسب. يعني فلا أعتقد أنه اليوم قبل ما نمتلك حكومة قوية مركزية قادرة تبسط الأمن على الجميع وتفرض منطق الدولة وقانون الدولة، لا تحدثني عن حل المشكلات في العراق. نعم. شكرا جزيلا لك من عمان كاتب الباحث السياسي حسين العليان.